هذه ليست مبارزة عادية بالسيف، فنحن في الأوروغواي في ناد خاص بالمكفوفين والذين يعانون من ضعف في البصر. مرة في الأسبوع يتدرب هؤلاء المكفوفون على المبارزة بالسيوف في رياضة يقولون إنها وسيلة ممتعة تساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم. لقد زادت ثقتي بنفسي، يمكنك أن تقوم بذلك حتى لو لا ترى، لأنك تتعلم أن تتخيل. المدرب يلقنك كيف تصور خصمك وكل شيء يصبح أسهل. إنه برنامج فريد من نوعه في أمريكا الجنوبية أطلقته ماريا جولدشتاين، التي تقول إنه يهدف ليس فقط إلى تحسين الوعي المكاني لدى المكفوفين، وإنما إلى تحسين نوعية حياتهم. عندما يصاب المرء بالعمى يميل إلى ملازمة المنزل وعدم الحراك، ويمتنع عن الذهاب إلى التسوق أو السينما أو حتى شرب القهوة خارجاً، ولكن المبارزة تسمح له بالخروج والاختلاط مع الأصدقاء وعقد علاقات اجتماعية. قد تبدو المبارزة بالسيف خطيرة للمكفوفين، لكن ماريسول المكفوفة منذ ولادتها تتحدث عن الشجاعة التي تحلت بها لكي تكسب تحدي حمل السلاح، ومع الصبر أصبحت اليوم مرتاحة أكثر. إنها رياضة آمنة، يرينا المدرب الزي والقناع والدرع الواقية، وهذا يعطينا الثقة بأن لا شيء سيحدث ويمكن الخوض فيه. يعطيني الأمر الكثير من الحرية. إنها الحرية التي يأمل أصحاب هذا البرنامج أن يحتفظ بها المكفوف بعد أن يرمي سلاحه.